ايه السر الغريب اللي موجود في معبد دندره؟ وليه ايلون ماسك جاب سيره المعبد ده في كلامه وقال ان هو هيعمل فيه حاجه كبيره؟ ورغم كل المعابد اللي موجوده في مصر ما جابش سيره اي حاجه غير معبد دندره تحديدا. ركز معايا قوي في الفيديو ده عشان في حاجات مهمه محتاجين نعرفها ونعرف ايه ممكن يتعمل فينا. الحاجه اللي مش كتير من المصريين عارفينها رغم ان في ناس كتير في العالم عارفين الموضوع ده، ان معبد دندره المعبد الوحيد اللي مرسوم على جدرانه لمبه، مش بس لمبه عاديه، لا دي لمبه وخارج منها سلك وفي انتنة فيها. طبعا كلنا عارفين شكل الراوتر بتاع النت العادي انه بيبقى فيه عصايه خارجه منه، والعصايه دي اسمها انتنة، ودي بتسهل عمليه الوايرلس اللي واصل عشان توصل اي حاجه من غير سلك. فتعالى اقول لك ان اللمبه اللي كانت مرسومه على جدران المعبد ده كان فيها سلك وكان فيها انتنة. وعلى الرغم ان في معابد كتير جدا موجوده في مصر، لكن المعبد ده الوحيد اللي موجود فيه الرسمه دي. وإيلون ماسك اتكلم عن الموضوع ده وجاب سيره معبد دندره في وسط كلامه. إيلون ماسك اللي كل يوم والتاني يعمل اختراع بيبهر العالم بيه ومحدش مصدق ان الاختراعات دي ممكن تبقى حقيقيه. طب لو جينا نفكر ايه اللي يخلي القدماء المصريين يرسموا لمبه على جدران المعبد؟ معنى كده ان كان عندهم طاقه وعندهم اضاءه وكانوا بيستخدموا الطاقه دي عشان ينوروا حاجات كتير؟ معنى كده ان كان عندهم تكنولوجيا اكتر من اللي عندنا دلوقتي؟ يعني هم كانوا مكتشفين من زمان موضوع الكهرباء وكانوا بينوروا كمان؟ طب وايه سر السلك اللي خارج من اللمبه؟ ومش بس السلك، ده الانتنة كمان اللي موجوده على اللمبه. يعني كمان كان عندهم كهرباء ووايرلس زي ما تسلا اخترعها، يعني كهرباء من غير سلك. بس هنا في سر غريب، انه المعبد ده موجود على جدرانه من فوق اللمبه دي، بس مش موجوده في المكان ده بس، لا ده موجوده كمان في سرداب من السراديب اللي تحت المعبد. واللي ما نعرفوش ان في 22 سرداب تم اكتشافهم تحت معبد دندره، ولحد دلوقتي ما اتفتحش منهم غير 11 سرداب بس، واللي مسموح زيارة الناس فيه هو سرداب واحد من 11 سرداب بس. كل الناس اللي زارت السرداب ده قالت انه فيه كمية طاقة غريبة جدا، يعني بتدخل جوه السرداب تحس بكمية طاقة ايجابية، وان جسمك بيقشعر جوه السرداب وبتحس باحاسيس غريبة جدا بسبب الطاقة اللي موجودة جوه السرداب ده. وفعلا اكتشفوا لمبة تانية مرسومة جوه السرداب ده وبنفس الطريقة برضو بالسلك والانتنة اللي خارجة منها. طب لما السرداب الاولاني فيه كمية الطاقة دي، تفتكروا بقية ال10 سراديب اللي تم اكتشافهم في الوقت الحالي او بقية ال22 سرداب اللي لسه اصلا ما اتفتحوش وما يعرفوش جواهم ايه؟ وبيقال ان كمية ملوك وامراء كانوا بيجوا معبد دندرة تحديدا عشان يستفيدوا من الطاقة اللي موجودة جوه السراديب دي، وياخدوا الطاقة دي ويستفيدوا منها في الاستشفاء والعلاج. يعني قدماء المصريين كانوا عندهم الطاقة دي بتفيد فعلا في الاستشفاء وفي العلاج. كمية الطاقة الرهيبة اللي موجودة في السراديب دي لحد دلوقتي هي سر محدش يعرف ايه سر وجودها. بس بعد ما اكتشفوا اللمبه قعدوا العلماء والاثريين قالوا ان دي لمبه عاديه وبتدل على الميلاد، ملهاش اي علاقه بالطاقه ولا الكهرباء ولا الكلام ده. بس الكلام ده لو هي كانت لمبه لوحدها، لكن ما حدش عارف يفسر سر وجود السلك اللي خارج منها او الانتنة اللي مرتبطه بيها. معنى الكلام ده ان القدماء المصريين كان ممكن فعلا يبقى عندهم اي طاقه او اي تكنولوجيا غريبه احنا ما نعرفش عنها حاجه لحد دلوقتي. ومن ضمن اسرار الفراعنه الكتير لحد دلوقتي كل يوم بنكتشف فيها سر مختلف، وكل الكلام بياكد على ان في الحقبه الزمنيه دي كان في تكنولوجيا جامده جدا اكتر من اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. تعال اقول لك يا صديقي ان كان في فيديو كامل انا عامله عن الهرم وازاي الهرم مش مجرد مقبره، ده مصدر للطاقه كبير جدا ومرتبط بحاجات تانية كتير، وكل ده موجود جوه الفيديو وتقدروا تدخلوا تشوفوه على الصفحه، ولو عايز اللينك بتاعه ممكن اسيبه لك في الكومنتات. بس الاهم من ده ان فعلا القدماء المصريين كل الدلائل بتقول ان كان عندهم كميه تقدم تكنولوجي رهيبه جدا واسرار لحد دلوقتي ما حدش يعرف عنها حاجه. بس نيجي هنا ونقول انه ايلون ماسك عرف يوصل لسر منهم فعلا هيتم استخدامه من معبد دندره اللي موجود فينا عندنا في مصر واحنا ما نعرفش عنه حاجه، بس ايلون ماسك عرف عنه وبدا يشتغل على الفكره، ما هو مش غريب عليه، اللي عمل حاجات كتير زي الافكار اللي عملها الفتره اللي فاتت ممكن يكون وصل لسر من الاسرار دي وهيبدا يشتغل عليه عشان يستفيد من القدماء المصريين بتوعنا اللي كان عندهم تكنولوجيا وكان عندهم حاجات غريبه جدا واسرار محدش يعرف عنها حاجه لحد دلوقتي. انا عادل مجدي، شير كتير جدا للفيديو ده عشان نبقى عارفين ان احنا عندنا كنز، الكنز ده لازم نستغله قبل ما ناس ثانيه تكتشفه وتستغله. ومستني رايك في كومنت، ممكن يكون فعلا القدماء المصريين كان عندهم طاقه وتكنولوجيا واضاءه وكان عندهم حاجات اكتر من اللي موجوده عندنا دلوقتي وكانوا متقدمين عننا واحنا بس اللي مش عارفين، ولا في حاجه حصلت في النص خلتنا نفقد المعلومات اللي كانت هتخلينا نسافر عبر الزمن؟